حادث او واقعه من الوقائع المبهجه حدثت في مطار اسوان النهارده، حيث تم استقبال اول دفعه او اول شحنه كتاكيت قادمه من انجلترا مباشره الى مطار اسوان الدولي بتضم 42,740 راس كمرحله اولى لصالح مشروع مزارع انتاج جدود الدواجن التابع لمجموعه شركات الوادي القابضه بمصر والجاري تنفيذه بمنطقه توشكا. هنا النقطه التي اتوقف عنها. المشروع ممكن الناس تاخد بالها ده كتاكيت جاي من بره، على فكره ناس مفكرين استقبال الكتاكيت في المطار حاجه يعني خفيفه الظل ونقعد نهزر ونضحك. الموضوع مش كده خالص، الموضوع الناس فاهماه غلط، وحتى وسائل الاعلام اللي كتبت تقول ايه استقبال رسمي ل 42,000 كتكوت. يا سيدي الفاضل، الكتاكيت دي امهات او جدود للدواجن، دي صناعه من اكبر الصناعات الموجوده في مصر. صناعه الدواجن الموجوده في مصر صناعة بتحقق اكتفاء ذاتي من الدواجن، والمرة دي بيتم إقامة أكبر صرح لإنتاج الدواجن فين؟ في توشكا، في قلب الصحراء. هو ده التعمير، هو ده الغزو الصحراء اللي احنا بنقوله، لأنه تربية الدواجن في الصحراء مفيش تلوث، مفيش فيروسات، مفيش إنفلونزا الطيور، مفيش كتلة سكنية، مفيش أمراض بتنتقل، بالتالي يمكن أن يتم فتح التصدير فين؟ إلى أوروبا، لأنه المكان آمن، المكان صحي. اللي حصل النهاردة في مطار أسوان كان حاجة مشرفة. محافظ أسوان امبارح، محافظ أسوان نائب وزير الزراعة منى محرز ومجموعة كبيرة من الناس صناع المستقبل، صناع الأمل. احنا الناس بنتكلم في ارهاب وبنتكلم في كذا وبنتكلم في كذا، لكن ما حدش بيلقي الضوء على النقاط المضيئه، ودي انا شايف نقطه مضيئه. الناس تطلع الصحراء تشتغل، الناس تطلع تعمل مشروعات، الناس تنطلق. كفايه جدل، كفايه صفصطه، كفايه فلسفات، خلينا نشتغل.